بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلي وسلم على من بعث رحمة للعالمين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. بندر موسي بجول بانشلنا من جرام جنتل وكل جعلها قوزاق الباطل سنف مجوري محيقوت فلتاك لنقى المسجد وتوالفه تجول بتوفو شلنا ملتنا جزاكم الله خيرا. من جعفل في درس من أولك دي وتردين في نفي نجاكي جمرة سبحانه وتعالى تنيون أنت من جوكو ديكو هيديكو داما اللي قلت لنا هندكو داما اللي سبتو جايب على كتاب التوحيد كتاب التوحيد مولي في شير محمد عبد الوهاب دويل باب قول الله تعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وأدي حديث قرر صحيح إمام البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه نلوين لا صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا للذي قال الحق وقال الذي قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا هكذا بعضه فوق بعض. ووصف سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته ثم يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب معها مئة كذبة مئة كذبة فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا ويوم كذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة التي سمعها من السماء. من حديث قرد الصحيح إمام البخاري رحمه الله. وأدي كدوبي وأن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا. فيقول أول من يرفع رأسه جبريل فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد. ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بالسماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل. فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. ودو أثر أليتو يا ابن أبي عاصم الدين متجسر ويتين السنة محمد ابن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة أيو أكلم وني نصي جغرد دمالي حدثا جديد وديد كنم آية أوه بإذن الله تعالى من بعد ترجم ديم ونفرت دي آية أو بدن كده هدوم نفرت دي حديثة جدية هاي سواناني أجوان دواتر سندتي ما تو آية أو تو جملة دبي حتى إذا فزع عن قلوب حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. شارح أو هني ابن عثيمين رحمة الله عليه وفي مناسبة الترجمة يا دود تيتون دمالد دليل جند هندي أن هذا من البراهين الدالة وندك دليل جتندين على أنه وندك يوم لا يستحق أحد هيقوت هانداني أن يكون لونة الشريك مع الله دين ديج الله هيقوت هي مليك هي سكت نبي نبي برد مني دولك نندي ينفف إنجي نبي سبناني هذا الله بفضل كم مليك هذي ويلي أن الملائكة رسب ملكاج وهم نكم بملكاج أقرب ما يكون من الخلق لله كم ببرتا قرن فبعداد الله
to bangi badade Allah sabu kambe hodor dum be kudum won hen tambebe ni ala arsh won hem ganda ko ne laabe Allah galle ne lata won jibril ndokke wahyu ngadana na bab e ko nande denkede hodor dum be kudum kambe malikaaji din wi ada khawas bani adam yatawana hudu yatawana khawas bani adam kam budu modir kambe malikaaji sona yoga bani adam en iyo wayna ni laado wallahi annaba bi walaknandihim konande denket o wi yahsul minhum inda kalamillah kam malika difo jogade o do martaba konno so be kitnani hala Allah ina kewana be alfaza'a ngoldo kulul wi qawluhu kumul jumla'in hatta idha fuzi'a an qulubihim qala dhalika wa lam yaqul fuzi'at qulubuhum يكفزي عن قلوبهم وإذا تفيد الهلوم المجاوزة إذا فرتك المجاوزة فرتك سلوم يوتي فزع سئيب بردما سفرتك سيها كل نقول إمي ما يمع بفرتك من المجاوزة إذا أكلم تندنت حتى إذا فزع فرتك فزع وسو إتام كل الوندون يها كل نقول إبي دون بلفتي فرتك معناهم نمونكو ويما كو حتى إذا فزع عن قلوبهم قال ذلك ولم يقل فزعت قلوبهم وإذا تفيد المجاوزة والمعنى جاوزة هدوم الفزع قلوبهم أي أزيل الفزع عن قلوبهم فرتسيها بالإفتي من التهول سبناني هالك بكولر بفعده ونن أثر أويتو هال دينين أي وسيها بالإفتيينون من حتى إذا فزع عن قلوبهم أي والفزع كويتكو فزعت لهم قال عربيرهم الخوف المفاجئ ونكل البتنغل منكو يتفزع دين جاري ميتن بولار ماتو دين جاري ونكل البتنغل ويلا ان الخوف المستمر لا يسمى فزن سب كل جوكونغل نقول ويتاك هدو فزع ويتاك دين جاري نغان دين جار فكو كل البتنغل كل بني سفاوني من ويواصل النحوض من الخوف الفزع اصل ممكن نحوض من الخوف اما لبت كل ويقولهم كونغل جمروين عن قلوبهم بقلوب الملائكة لأن الضمير سبو ضميره يعود عليهم ملكاج رتكو ملكاج لي بدليل دليل ممكو ما سيأتيكو أرتكو من حديث أبي هريرة حديث إن جنجي مرسال بخاري موارما إن شاء الله في رمكو ويو ولا أحد ويو وانا على هاي قوت من الخلق تقور ألن دي أعلم برت أن دي بتفسير القرآن من رسول الله فيرتي على بورت نيرا فيرتي على بورت نيرا نيتاكورا لندي أندو تفسير قرآن ودنون حالا نيرا لك كان يفسر آية وحديث قرو إن شاء الله وفي قوله كونغ المكوين قال ماذا قال ربكم ماذا قال ربكم لوك جواب الشرط نعم قرأت نتجول ربين ماذا قال ربكم كجواب الشرط ونجابه الشرط ونبعض يوغا مأبي يوغا ابن نعم ندرها كل ما قلنا ذلك وي أدني من فردد نونك لأن في القائلا ومقولا له هالك لنبام مكة ودي كالو وإكالن تيد لنبام هالك كلهم كالو ونهين إكالن تيد وي فلو جعلنا الضمير في قالوا عائدا على الجميع فأين المقول له سنبدي ضميره هو الشيء رتتك وملكا جدي فوف ودي هو لكالن تيد هو لكالن هم ببكالن فيرتيكو كو هودي مبون حال و هودي مبون حالنتين ويقول معنى معنى ممكن اي شيء قال ربكم اي شيء قال ربكم هوليك جومن حالي كو جوم وي كنامن وعراب ماذا على اوجه ماذا سبن تبع قالوا ماذا كنقول ماذا نقول لهم يا رب ما قلت بني كويت اعراب بني نحو ويوني كوي جيتش غو ما كو اسم استفهام مبتدا ما كو اسم استفهام و نكو كو فلاس كو مبتدا وذا كو اسم موصول خبر ذا كنون خبر مبتدا كو اسم موصول الذي فرت و نجيك ما انا الذي اي ما الذي ما الذي فرت قال ربكم تاين فرت غو فرسين اربري مرمني فرتكو ماذا و نجيك ما انا ما الذي ما هو اسم استفهام كو مبتدا الذي هو اسم موصول يعني خبر مبتدا
الثاني يسلم من غير رب ماذا اسم استفهام مركب مما وذا ماذا كو اسم استفهام كونون كو ركب ذا او ما او فف كيمرين فوق اسم استفهام وي الى اعراب تتبع كو ما او اسم استفهام وذا او ذكو زائدا قال ابن مالك يسو تتبع اعراب بما او اسم استفهام وان عند نام نرد ذا او كنكو بيدهن قال ابن مالك ومثل ماذا ومثله ماذا بعد ما استفهام او من اذا لم تلغى في الكلام ومثل ماذا بعد ما استفهام يعني ما استفهام ما بندو اذا او من اذا لم تلغى في الكلام قوله كونغول جملارين قال الحق اي قال المسؤولون ارتنامنا بيعب ماذا قال ربكم بجاب قال الحق وهالك غوانغ دي قالوا الحق الحق غوانغ غوانغ وهالك هو الحق صفة لمصدر محذوف ما عامله صفة حق وصفة صفة مصدر محذوف مصدر منغندو ده أيوة كموم تداد عامل منفوف نجد فوف ربما قد كان تبدوم على هن ناجي على هن غرة كنون وافوف كو كيرني بلو سمينو كالمو بفرتنا إنه أو جنينا بجيش اللغة العربية بجيش إعراب كنند ده رجل فوف توانا تنفرتني لوم تترجمة لوم تنديم قال كونغال قد كان يوم تواك يوم تان وجدهم أو كان يدي كجنغو ده كان ni yidi jangude gede goddo sabum dem gal arabeer gal ko fannuji choomi en ha hi ha hi ha hi ya yonu joom haa hen ser seratan o wi wal haqqu sifatu li masdarin mahzufin ma aamilihi aha wi wa taqdiru qala al qawl al haqq qala al qawl al haqq ni qala al qawl masdar o masdarun qawla قال أوني آمله كان يفكر ممتاد يوم هدر تيبه يدي الحق أو تنبل قالوا الحق قالوا هدو في ارتقالوا قال القول الحق والمعنى يمعنى أن الله جمرة سبحانه وتعالى قال القول الحق لأنه كان سبحانه هو الحق كان جمرة كان كون حق ولا يصدر عنه إلا الحق على إورثة مكتوس وانا حق الحق كإن لما كجاك وصفاء جمرة كان جمرة سبحانه وتعالى وبي ولا يقول ولا يفعل الا الحق جمل هذا قلت سنك يتحق ونقول وي والحق في الكلام الحق تاكل بني هذا هو الصدق في الاخبار كو غوندو دي تاكل ونو كبار ولا عدل في الاحكام نوندو دي ونو نياوري كما قال الله تعالى هنا جمل وير وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا وتمت تمي كلمتهم كونغل ربك جوامي صدقا ان غوندي كبرو ان غول تيمي كبروج غوندي وعدلا نياوجي نوندي ولا هدوم ولا يفهم من قوله قال الحق فامتاكهن انه قد يكون قوله باطلا بل هو بيان للواقع ايوي ديبو هارك غونغ فيرتان وندين وادي احتمال ان وان احتمال وندين واس وند غونغ الا فيرتاني دوم دوم كو يدي ويدم هذا يقول كذا الفوق وقوانا تمكن أولا فإن قيل ويسو ياما ما دام بيانا للواقع ومعروفا عند الملائكة أنه لا يقول إلا الحق فلماذا الاستفهام سبيو في إمام يكون قول ويدك قوان قول كفين يندك وودك واتن وانا واند سكتا دين واي واندك وانا لمعلا من قاندي وانا تاكو وانسونا قوان سبيو في إمام ود ما دام كنيوي وسابي ود ملكا جينا نامنو ماذا قال ربكم جابون قول كوانات ني ما ذا ودي بنامنا فدي بن غاندي يورتون فوكو غوانغا ادان دي نام قول ما ادان ور ما دان نام نراك حالك تايكو كو غوانغا ولا كون قال سب غوانغا جين بي دك كونو كو حالك كو دومون لك نانديا نون وافو ابن سمين ني جاب ما كان جابون قول ادي قول وي كو وجيبا جوم جاب بيرني او جاب ان هذا من باب الثناء على الله انكو دمل من تدي الله تن بما قال كو حالي وأن سبحانه لا يقول إلا الحق وأن تجوم رأس وأن تحارس تسونا قوانا إن ابن ثمين دون فيرجيكم من باب أعلى الله
ko na dum ko gonga jini ke ngida nur holi noni gonga kala do he ngida humpita dum he mbaye yettude be namnade wa qawluhu e kongol hodum jomira sabara tan wi na wa huwa al aliyul kabir ay al aliyu fi dhatihi subhanahu wa sifatihi dum ganda tawdo e dhati mudum ko tawdo e sifaji makko sifarte ko tawdo ko ko tawal kadi woni ana kom bidiyan kom biyata Allah ala di wadarshi ala tu ala gala o foto ndiri koy do ala arshi makko ganko jomiral subhanahu wa ta'ala ba'inun min khalqihi arrahmanu ala al arshi istawa ayo laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'u al-basir ko tawdo e dhati makko ko tawdo sifaji makko al-kabiru wal aliyul kabir wonton dur kibriya من جم مانغو وهي الأعظم تكنيون مانغو هاجون الذين أم الذين أم مانغو لا يداني هالشيء إنهم غندلا على كبار تولم سقف تيمو أي العظيم الذي لا أعظم منه في الموضع مغندا على فتويمو ولا على برد مون ولا على فتويمو بل على بعد تولم نسكا ميجي فرد سك برد هو العلو قسمان ابن ثمين إن فصل ما ده عقيدة السنة هي مع علو طوال ونقول كتشي دين قرتنين نعم العلو الأول فتريد أن نعم وصفاته كتوال صفات صفرا كتوال وقد أجمع لي كل من ينتسب للإسلام حتى الجهمية وطوال صفرت وصفات طوال والصفات مود أن جمع سبحانه وتعالى دون دانغ الأسكتين توبي دين إسلام فف إن كورهم هاي جهمية كبيري توبي أسماء وصفات فوائب كورين هاي قرر صفرتك على صفات ايوا ليس ليس دي تاوناتو بانغي توال دوغال توال ذاتي دوم كون بنجابتا اما توال سيفاج ايوا دوم كو دنداغال هدون اسكيتين توبي دين اسلام فوف هاي جهميان كو بين كاورين الثاني غير غونغال كو علو الذات كو تو ذات تاوي دي وني كو دوتا غورا ماكو دي هو جوم سو دوم وني كو بيشالي كو بيديان كو كلا جهميان كو بي ها يوتي اشاعره وي علو الذات وقد أنكره كثير من المنتسبين من المنتسبين للإسلام علو الذات كهي أستين طبيع الإسلام إن جددهم حتى الجهمية هاي التجهمية كوابة وبعضه الأشاعرة كان يوم يقع أشاعرية كوابة غير المحققين منهم بنقنا محققين إما به إن جددهم فإن المحققين منه أثبتوا علو الذات المحققين إما به يقول سيرنا وقت من تابتين علوه أيها السيكل أمبران جالا دي مثلا الشاعر إما به الشاعر أبو الحسن كهورم أشير مذاب وطوب رتي مذاب أهل السنة لهم حالنا ومحال تامكت وعلوه لا ينافي كونه مع الخلق بعلمه يعلمهم ويسمعهم ويراهم ويديونك الدوتة قرمك كن يفف wanane der mabbe cirti e dum riwtata wande wande tagorne to bangi hodum gandali humpitibe e wanana be o yiabe li annahu laysa kamithli shay'in wa huwa fi jami' sifatihi tabu ala fuko nande sifaji makko di saka biya dum jaggata hakkille pesa dum e gede de ganduta di biya dum wa wande sabu kullu ma khatara bi balika fa huwa halik kala ko buli e bernde ma andu ko mayat fit ko taga wallahu bi khilafi zalik alla wa anino namba takidin fi inna sa andin tan ma fof to le sak mithli shay ala ko nan non ko wajib ngo na sifaji makko di sifuri hore makko di ko alda e nandin de wi dar pesa dir dum e tagor makko ne ganduda de e te kanko wi wonandani ay hunde ko wana kanko fof wonandani ko madde ko buli e bernde ma fof mbadi bulle e bernde ma fof andu Allah wa andu koko tagore woni non koko mayata ko tagore woni don andu Allah wa anino subhanahu wa ta'ala dum woni wima wa uluhu la yunafi kaunuhu huma al khalqi ya'lamuhum wa yasma'uhum wa yarahum lanu laysa kamithlihi shay'un fi jami'i sifatihi wa wi wa fil ayati fawaid aya o do hen wadi fayda shaka ndo gasni firtu da aya o وي اينو دي فايداجي ويالتيني هندي دي فايداجي غاروشي دون توبي جيغوم وي غو ان الملائكه يخافون الله كبي فايده هنا ديك ملائكه جي ان كل الله ان كل جومرا سبحانه وتعالى كما قال تعالى ان جومرا يخافون ربهم بكل جومي بمن فوقهم دوما
الثاني فائد دمه إيه إثبات القلوب للملائكة ثابتين عند ملكا بيرت عندك ملكا جنجي بيرت لقوله يكون قلنا رأيين جومر رأيينك حتى إذا فزع عن قلوبهم ثاتي إثبات أنهم أجسام كتابتين لو عندك بجسم بلك ملكا وليس أرواح مجردة من الجسم يتيب انقوانات روح جبودة من قلق بل على ونوأب بيرت وهو أمر معلوم بالضرورة ممكن هو أن لا نتضرور فبجوم العلوية جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة وملكة وولي ملكة وقت من نلا بفرطة ونلا دمهم ملكة وقرف وكليك وطوك أي وولي أجنحة بجمع ببج أدام يام بجمع ببج كي أي وأن لي ودي بجمع بل وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل له 600 جناح فرسلت الأفق حديث قرد صحيحين نلا ترسل ميدي لجبريل لأن لا دي جبريل بعد من تنقل أبدي يهم كلس تليدك من حديث أدرك حالتكم أي جبريل إن جوجي تامد جاقوم ويبشو إن أد أسمان أفف بيوي أون حديث قرد صحيحين تامد جاقوم ويبشو ويوفى القول بأنهم أرواح فقط والدويد ملكة روحو جتنقل أبالي إنكار لهم في الواقع يد الواقع وهو قول باطل كنقول باطل كنقول فايد الصوفي لكنهم لا يأكلون كنو كان فون دبال بنيامة ولا يشربون بنجارة وإنما أكلهم وشربهم التسبيح بنيامة بنجارة كسبه نالي ونيام يردم بدليل قول تعالى دليل من كنقول جمرة لبينو يسبحون الليل والنهار لا يفطرون يبي شبهنو ألا جمع إن يلام بتنبته ففي هذا دليل لمضعين ودليل على أن ليلهم ونهارهم مملؤان بذلك وأن جمع ما بين يرى ما بفف درتا دي على فوقد كبنا لشبهنا لي ولذا أولي هذا جاء يسبحون الليل أي يسبحون الليل ولم يقل يسبحون في الليل ويأي بشبهنا عند أيدر جمع على وكي بشبهنا جمع في جمع يعني جمع يرى فوق سبهنا أنا سبحنا هون ده وقت وجه جامع فوافته وقت يجديدي على وأنا سبحنا هون ده وقت ينادم فوافته وقت يجديدي على ويك يسبحون الليل ولم يقل يسبحون في الليل أي أن تسبيحهم داء أن تسبيحهم دائم والتسبيح تنزيه الله عما لا يليق به هو تسبيح السند ألا لا بين الجبر سبحانه وتعالى يكلكه يا دانيمك الرابع فائدنا يا بو كبعد أودو آية أن لهم عقولا وأن ملكاج يجي حق اللاجي إذ أن القلوب هي محل العقول صبو فأبدا كان ينفلس فلاس حق اللاجي خلافا لون دادن لمن قال بيدو في التجار أنهم لا يقبيدوا وأن ملكاج لا يعقلون على حق اللاجي ولأنهم يسبحون الله ويطوفون بالبيت المعمور ويسابوا يبشبهنوا يا الله يبن بانغو يسودوا يتين بيت المعمور وأن تونتو أسمان جيدي بندون أي نعم نمرت نعم تبر جوي إثبات القول لله وتبتين للجمرة القول هون كونغر عندنا بديان قبل نجد الشلل سبحانه وتعالى وأنه نهال أن متعلق بمشيئة سنك الحاجة نمك لأنه جاء بالشرط سبو أرئن اسم الشرط إذا فزع وإذا الشرطية إذا أو كشرطية تدل أو تندن على حدوث الشرطي كي يقول شرطي بياده والمشروطي يكو سن لا شرطي أوكو خلافا لون ناد للأشاعرة أشاريان كوب الذين نبين يقولون بيو بإن الله نال لا يتكلم حالتها بمشيئة سهاج ألك بيتك الله حالتها وإنما كلامه هو المعنى القائم بنفسه أشاريان كوب كان بيتك كلام الله كلام النفسي أيها نبأ مثلاً كحالك وانك حال ميجوتن جملة كلمة حالك بيت دموعي على بيت فهو قائم بالله أزلي أبدي على الله كلمة ونقول على ونقول جملة سبحانه وتعالى كونا ننتهيك سبوك على حرفك على الصوت أما هذا ديجا فقستين تدي على قستين رتى الله كتاعته كم يتنى ناقة الله البيت الله الله نندي هاي نات الله دهالك أن موسى تجي حالك ليك كي ولا تجي لم كي ويا يقول دموعي على كان بيمديه تتوانى كارل كل جملة سبحانه وتعالى كوبي فيديان كوبي رينو بيدي
من أشاعر سبيان بور بدار من هاي تي وم بور بيب بون دي بيدي أنكم بربان يا أكيد كونو نون نتو كندو فيانو كندو بوس تودي نيو نون وتكيلن في أشاعر كم كم قلنا دو كم من يلا دو كم ودي سيل كيج مبار ودي سيل كيج بو قرآن ميتا كونا هال الله قرآن كم أنا هال الله سن نرفع بالفرن غندا دو جونا من جيجي لورا الملكو أب إبارة أو جبريل أبيردو ملكو نلار أبيردو ملك رسول ملكي جي إبارة wala ko dum to e maana ko halal ko non ibara wala fu yi ngana halal ambe to demo dal non yalla dandu men e aqaiduji dido bondeji jas dum woni ko yidi wit kan ibn taymina o wi ithbatul qawli lillah subhanahu wa ta'ala wa annahu muta'alliqun bi mashiatihi li'annahu jaa bi syarti idza fuzia wa idza syartiyatu tadullu ala huduthi syarti wal mashruti khilafan للأشاعرة الذين يقولون إن الله لا يتكلم بمشيئته وإنما كلامه هو المعنى القائم بنفسه فهو قائم بالله الأزلي أبدي كقيام العلم والقدرة والسمع والبصر ولا ريب ابن تيمين سكف على أن هذا باطل وأن هذا مأكلك ميره وأن حقيقته حقيقة إنكار كلام لك يددها العلم ولهذا كلهم وليقولون أنبياء إن الله لا يتكلم بكلام نفسي قالتك كلام نفسي ونها لميجة تنقل كتابوات نها لميجة كلام نفسي أزلي أبدي عندما أزلون تنقل على دوك فؤدي على على عندك فؤدي على دوك حالت فإن وليها على ألميتك فتش روتر جزاء على يمرور على حد على تش على تقديم على تأخير على دوم على دوم كهود واثر كهود مر للقوت عندك سيحتة إلى أخيه قاموا نجوتي وكو قامة السوداء أبيدو كما يقول نبيته هذا الكلام الذي سمعه موسى قال هلك موسى عليه السلام نني وسمعه النبي هلك نلاد نني كان رويدا ندو وهل دي اللي بلا واسطة نزل به جبريل كجبريل تلينك على الرسول نزل به جبريل جبريل كجم تلو دي أمك على الرسول والنبي نهار كدار كاين لا كون القران ففرن وحي يجف شيء بين شيء مخلوق نك هوندي تاغاني للتعبير فر هدم عبر كو تاغا كو كاني عبر تن كلام لا غال على القائم نيب ك بنفسه غون كاي ادو نفس الله كيرتي غون كاي جومي رب سبحانه وتعالى تعبير تن للتعبير نك عباره وهذا في الحقيقة قول الجهمية دون قول الجهمية في الحقيقة كونغون قول الجهمية كما قال بعض المحققين من الأشاعرة هنا نسيرنا ما هو بأشارين كوبه قويو قيمة بويرين ليس بيننا وبين الجهمية حقون من الجهمية فرق على شيرون قم في النوار سير باما دوم دا ليس بيننا وبين الجهمية فرق يو بيرسون بيعملوا جهمية كوبه مفتي الخيم في شارين دو بنغونا سدوك دي بنغونا جهمية كو إذا سيرنا ما بيوغنوا بيهم ليس بيننا وبين الجهمية فرق ويلور الفوالة كل من الجهمية كو كما شاعرين ويفإننا سبوئين اتفقنا إن كوري على أن هذا الذي بين دفتر مصحف مخلوق كووني كوين در نارو جي دفتر كامل دي تقو دي نارو ها نارو هالا نغون كتون كفوكو كتاقا ما دانت أنكم بيبيني بكور دو لكن نحن قلنا أوي سيرني بجهمي أنكوب جهمي أنكوب بي هو عبارة عن كلام الله بي كم أشعري أنكوب كم أشعري أنكوب بي هو عبارة عن كلام الله نوك عبارة هذا الله وين نوك وين كوي مصحف وهم قالوا كم بي هو كلام الله بي دونك هذا الله كم بي سيدو كم بيات هذا الله كو تغاكو كادون كنك نارو حكو نارو نارو فرت كامل وفوف لن بي دونكو be innirdum hala Allah bi hala ko taga be ginnirdum ibaran kalamillah kono wonde ko taga ko e be kawri don ngadno ko musib bondo won be shadir mawdu ngalle yalla dandi min di akidaaji wi far jahmiyyah ta hala Allah ko sifal hono tagirte e modal la hala la quwwata illa billah fal jahmiyyah khairun minhu ibn uthaymin ya jahmiyyah ko be buri ashari an ko be kam do kam ayyo fa fi annahum fa innahum yaquluna hada kalamun lakinnahum hudum فالجهمية هدوم خير منهم في أنهم يقولون هذا كلام الله وهي جهمية كوب شبري وسبين لك حال الله كون كوي مصف بكلهم حال الله لكنهم شر منهم كون جهمية كوب بريد أشاري كوب بندي يسوون هدوم في كونهم يصرحون أن كلام الله مخلوق وأنك حال الله وأنك حال الله كوتاكا بينك عبارة كلام الله وأنك عبارة كوتاكا
ni ja ta bidha halal ko ta gambe ta kai ba ha woni do ma shariyan ko be ni na ya Allah dan min ban ashaira ji da bidiyan ko faida ji ga boye faida di yatti ni ayo ko isbat anna qawla Allah haqqun tabitin da kun go Allah ko goanga wa hada jaa fi alquran wa alquran jumra dewi wallahu yaqulu alhaqqa wa huwa yahdi as-sabila فالحق والحق أقول مفارق القرآن فالحق والحق أقول فالله تعالى لا يقول إلا حق لأنه هو الحق ولا يصدر عن الحق إلا الحق يو آية أكدوني له آية أهالي من آية حتى إذا فزي عن قلوبهم هان يقول نقول إفتنا بيرت ما فيرتك بنانين بيرت فيرنغو لابتن تما حديث أرى إن شاء الله ما فير آية لابتن ثم ده بيفتني حتى إذا فزع عن قلوب فرت ثم ده بيفتني كل من سيرت بيرت ما بين قالوا بنقول يبيدون كم ملك أجثاله ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير نون يند وند بيدنا تعالى بعدين فرت ده حديث أجل نون لو هندين وفقني الله إياكم لما يحبون أرضه وجعلنا إياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك أولو الألباب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته